نقولوا احنا لازم نعتمدوا على نماذج عمرانية تكون مع الخصوصيات تاع المناطق، وهذا احسن نموذج واحسن مثال بانه قادرين ننهضوا بالسياسه العمرانيه تاعنا ونبنيوها حسب الخصوصيات، نبنيو مدننا حسب الخصوصيات تاع المنطقه. هذا القصر يعني يدرج سياسه الاقتصاد الدائري ليكونومي سيركولير، اين من في البناء نتاعو كانت نموذج تشاركي اللي احنا حبينا نشجعوه ان شاء الله الى وصلنا لرئاسه الجمهوريه، ان يكون الطابع العمراني لكل مناطق الوطن يكون لها خصوصيات، ونحاولوا نشاركوا الجزائريات والجزائريين في ما نقوم به على هذا المستوى، وراحين يعني نواصلوا لقاءاتنا مع المواطنات والمواطنين، اللي نشكروهم على حفاوة الاستقبال، اللي نشكروهم على كرمهم، والمعروفين عن هذا الشيء يعني إخوتنا وأهلنا في غردايا، اللي هي مثال للتسامح، مثال للتعايش، مثال للتمسك بثقافتنا وحضارتنا العريقة، مثال للتضامن. نحن في برنامجنا الرئاسي رؤية نشجع لولوج ثقافة متفتحة على العالم، لكن متمسكة بأصالتنا ومتمسكة بعاداتنا وتقاليدنا. ولعل أحسن دليل على هذا التمسك الكبير بالثقافة والأصول والتقاليد هم سكان بني مزاب ومدينة بني يزقن. شكرا. ما زالت غردايا قاعدة وفية للأفافاس، وقفتوا على هذا الشيء؟ بطبيعة الحال ما زالت غردايا قاعدة وفية لمبادئ الثورة التحريرية، لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما زالت وفية لحزب جبهة القوى الاشتراكية اللي يدافع ويحاول يكرس هذه المبادئ إن شاء الله. إن شاء الله هذا الوفاء سوف يترجم يوم 7 سبتمبر المقبل، أين ندعو كافة ساكنة هذه المنطقة للالتفاف حول برنامجنا الرئاسي رؤية، الذي يؤسس وينظر للتغيير، والذي يؤسس وينظر لبناء الجزائر على أسس السيادة الشعبية وعلى أسس النهضة والإشعاع الثقافي والفكري، وعلى أسس التنمية الاقتصادية والرقي والازدهار الاجتماعي.